اه اهل اليمن هكا يا قراوي طيب في هذه في انواع دكتور عندك خبره في انواع التلاوات قراءتك انت ما انت اصولك يمنيه عبد الرحمن صحيح. يا سيدي احسنت يا عبد الرحمن اش محضر لنا اليوم اذان اي وقران عندك تلاوه ابدا لي بالتلاوه تلاوه قصيره هاي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم الله الله عليك قريت لنا من أي سورة؟ سورة الحشر سورة الحشر أم الحشر؟ الحشر الحشر هيا نعفيوهم الأذان ظهر لي الأذان ونعرفوه نحن أمور ورجلة وكذا واحد خل نقعدوا في التلاوات نحن نعرف أذانك هكا ولا أي نعم هيا تو نشوف خاطر باش نسمع